كل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين طيبين. بمناسبة شهر رمضان المعظم وقدومه بحلوله طبعا بيبقى فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور خالد حنف وزير التموين والتجارة الداخلية بيسعى دائما إلى الوصول إلى المستهلكين لتقديم كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية والغير غذائية. النهاردة ضمن سلسلة افتتاحات الوزارة لمعارض أهل رمضان اللي موجودة كانت في أول معرض افتتحناه في اللجنة العامة للمساعدة بمدينة نصر، النهاردة بنفتتح المعرض الثاني في صالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض. هذا المعرض السنوي والمعتاد عليه كافة المستهلكين، وطبعا كنا بنشغل الصالة الأرضية فقط نظرا للاستقبال الهائل اللي تم في 2014. بدأنا نشغل الصالتين، الصالة العلوية والصالة السفلية، وهنا فيها 125 عارض منهم 21 شركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة مستلزمات رمضان والسلع الغذائية. ايضا بالنسبه للعارضين من الصندوق الاجتماعي والقطاع الخاص للوصول الى المستهلكين لتقديم افضل المنتجات وبالمواصفات القياسيه والقابله للاستهلاك الادامي وايضا بالاسعار التنافسيه.